الفيديو رح نحل مشكلة عدم تعرف الكمبيوتر على الفلاشة USB بدون استخدام أي برامج. السلام عليكم شباب، في حالكم ان شاء الله دايما تكونوا بألف خير. معكم اخوكم احمد، رجعت لكم اليوم بمقطع ستوري سنتوري جديد. مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها معظم مستخدمي الكمبيوتر، الا وهي عدم القدرة على تشغيل الفلاشة USB بطاقة SD كارد. كمان ما بتشتغل، ما بيتعرف عليها الكمبيوتر او اللابتوب على جميع نسخ الويندوز. هاي المشكلة يا اخوان رح نحاول نعمل بعض الخطوات اللي باذن الله تتخلصون بها من هاي المشكلة بدون استخدام اي برامج ان شاء الله. فقبل ما نبدا جماعة الخير، زي ما تشوفوا قدامكم على هاي الصورة اغلب نسبة اللي يشاهدون قناتنا للاسف مش مشتركين في قناه، فالله يسعدكم يا رب. شاركوا في قناه، فعلوا زر الجرس وخلوا الاشعارات على الكل. اكيد اللايك الفيديو هذا عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فاول خطوه يا اخوان راح نسويها، راح نروح للبحث وراح نكتب كنترول بانل. هاي بالنسبه للخطوه الاولى يا اخوان. بعد كل خطوه بنسويها راح نعمل اعاده تشغيل لجهازنا ونشوف المشكله انحلت ولا لا. بعدها يا اخوان بنيجي هون عند الكاتيجوري ونختار لارج ايكونز، وبنيجي عند خيار باور اوبشنز اعدادات الطاقه، وبنيجي هون يا اخوان ممكن تلقاها انت بالانسد او اي خيار تاني. انت راح تغير من بالانسد، تختار مثلا هاي بيرفورمانس او تختار التيميت بيرفورمانس او بيتسم هاي بيرفورمانس. المهم غيرها من بالانسد لاي خيار تاني. بعدها جرب انك ترست الجهاز، طفي الجهاز وعاود شغله، وشيل الفلاشه او البطاقه بطاقه اس دي كارد وعاود اشبكها مع الجهاز وجرب المشكله انحلت ولا لا. سوينا الخطوه الاولى وما انحلت المشكله، راح نروح للخطوه الثانيه يا اخوان. بنيجي هون لديس بي سي، كليك يمين مانج، ثالث خيار مانج، نكبر ونيجي عند خيار ديفايس مانجر. بيجي ننزل تحت عند اخر خيار، هذا الخيار بننزل هذا السامي اخوان، وهون بنلاقي جميع الاجهزه اللي احنا شابكينها مع الكمبيوتر، سواء كانت فلاشه او بطاقه اس دي كارد، حتى كنترول، يعني كنترول بلاي ستيشن كمان. فبنيجي للخيار اللي بنلقى عليه مثلا مثلث اصفر او فيه مشاكل، مثلا هذا نضغط كليك يمين وبنقول له ابديت درايفر. نختار ثاني خيار براوز ماي كمبيوتر فور درايفرز ليت مي، وهذا الخيار يا اخوان نختار هذا، وبنختار النتيجة الأولى اللي بنلقاها وبنقول له next installing drivers. هون بيقول لك خلص ويندوز has successfully updated your drivers، تم تحديثها. بنقول له close. بعدها زي ما حكينا بنطلع ونعمل إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر. سوي الخطوة لجميع الخيارات بتلقاها عليها مثلث أصفر أو فيها مشاكل. الخطوة الأخيرة يا إخوان اللي رح نسويها، رح نيجي هون للبحث ورح نكتب power shell ويندوز باور شيل، بنضغط كليك يمين ران از ادمنستريتور او تشغيل كمسؤول. بعدها بنكبر هون يا اخوان، بنيجي هون ننزل لوصف الفيديو او في اول تعليق مثبت، راح اخلي لكم هذا الامر يا اخوان. بنضغط كليك يمين او نعمله لصق هون في اول تعليق مثبت، هون بخلي لكم الامر هذا يا اخوان. بنكتبه بهذا الشكل، انت راح تاخذه بس كوبي وتيجي وتلصقه هون msgt.exe تحت او في اول تعليق مثبت بخليه لكم. بعدها بنقول له انتر هون يا اخوان، بنيجي هون نكست عشان نعمل ترابل شوت ديتكتنج بروبلمز واصلاح للاخطاء اللي بتكون على الهاردوير اند ديفايس، خاصه الديفايس يا اخوان. نختار هون USB input device has a driver problem، بنقول له اول خيار scanning for hardware change. بنيجي هون بنختار enable وخلص يا اخوان. لما بيخلص بيقول لك تم حل المشكله، كلوز ذا ترابل شوتر واعمل اعاده تشغيل للجهاز وجرب ان شاء الله تكون حلت معك المشكله. المشكله لسه موجوده معكم يا اخوان، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله نشوف حلول ثانيه وتكون في مقطع قادم ان شاء الله. اذا حليتوا المشكله تحرموني يا اخوان من اشتراكاتكم في القناه واللايك الفيديو هذا، فعلوا زر الجرس عشان توصلكم جديد فيديوهاتنا، اكتبوا لي تعليق تحت في الكومنتات، الله يسعد لياكم يا رب. وخلص ما ضل شي غير اودعكم على ما ان شاء الله اشوفكم في مقطع فيديو اسطوري سنتوري قادم. السلام عليكم ورحمه الله.